فكرة المقطع هو يوم راكان وفيرفل وقت فراغهم وش يسوون وش يحبون ياكلون. راح تتعرف على فيرفل وراكان اكثر في هذا المقطع. اذا عجبك نوع هذا المقاطع لا تنسى تدعمني بالاشتراك واكتب لي من تبي تحت ضيوف الحلقه الجايه. الاشتراك يا اخوان الاشتراك الاشتراك والله ما يفرق معي مره كثير وعندي نسبه مره عاليه. شوف اطلع قدامك في الشاشه ما اشتركوا اشترك الله يخليك يا رب. كم لي عارفك؟ كم لي عارفك من زمان صح؟ ايه اكتوبر يا اخي انا عارف انك اشياء كثير. ودي تقول لي شيء انت بي يعني شيء حلو في يومك. اذا جاء هالشيء تحس انك يومك يطلع حلو. نزلت مقطع لا عندي مقاطع بعد. لا هذا اي يوتيوبر هذا يوتيوبر شيء انا احبه. ايه بعد 3 ساعات تفكير طلع جواب. والله عندي جواب اكتشفت ان هذا صدق صدق صدق. يلا ريحني وفرحني. ممكن ما يكون اي اجابه تتوقعها ببالك. يلا بسم الله خلينا نشوف. انا انسان خواف زين. ايوه واخاف كثير. ايوه اذا قمت في نص اليوم شفت جروب اهلي متفاعل الحمد لله عارف انهم بخير. ايه هذه صعبه هذه والله اقسم بالله العظيم. هذا وين؟ لاني اول شيء مغترب عنهم 5 سنين في امريكا فيعني ما تعرف عن حالهم ولا عن شيء فهمت. فلازم اشوف بالجروب اذا يرسلون بالسناب الاشياء زي كذا وحتى الحين انا مو عندهم فهمت. فهذا الشيء اذا صار انا ارتاح واذا ما صار انا اتفاعل بالجروب ادق شلونكم شو باكم من الامور بعدها ارتاح راحه. هي لو يجيني تطلب سياره جبتك سياره مع انه ما عندي فلوس سياره بس ايش بتسوي. طب شيكلي بالله على الجروب الاهل الحين بطلب سياره. شيكلي على الجروب لما احتاج اطلب سياره شيكلي تكفى الجروب الاهل. لقيتها خلاص بس اذا في هدايا بغي جواب منطقي جدا وخلاص ما في هديه. لا بغير جوابي. اذا قمت من النوم ولقيت قدامك هديه اي وشفت روب دخل عيب الكاميرا مع صندوق ابن شكل عيني يقول انا ارتحت لما اشوف وجهي. يا انت تستاهل الصندوق اللي هو يبيه. كان اسالك سؤال غريب. ايه ما حقت سالك. لا وش الشيء اذا صار في يومك تنبسط؟ طيب كلام تقصد ولا كلمه طيبه؟ طيب كلمه طيبه هذه مع الجميع ما يحتاج. صادق بس ابي شيء يصير كذا مميز تقول ابن ام اليوم البطل. والله العظيم جد وش هو يا ذيب مع السؤال طلعت. ايوه والله العظيم انه ببالي بس ما ادري هذا شيء مو له هذا مو اللي يعني مو بلي بس ما ادري اذا تعتبره لي ولا لا. وش انا بخاطري اشتري تلفزيون كبير لهالك لهالي قلت لي اياها هذه اتمناها من فتره طويله كذا تحس انك تنبسط مره. ايه مو بنبسط وين فوق 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 هذا ليفل الادرينالين جسمه هذه وش اسمها اي الادرينالين عندك يرتفع هرمون السعاده حرفيا ينفجر ينفجر والله العظيم. انا اتوقع ان هذا اقصى مرحله حاليا الفتره دي انبسط فيها اني افاجئ اهلي هديهم هديه بس هذه بكل بساطه. خلص سؤالنا سالت كل العيال كلهم توهقون بس كويس ان طلعت بشيء. والله صدق في ناس ما طلعوا بشيء لاني فكرت صراحه ببساطه فهمت. لان صدق هذا الشيء انا من زمان من زمان من زمان, زمان حمود كثير 4 شهور ودي اشتري لهم هديه. تم خلاص يلا وش تم يعني خلاص اوكي خلاص ابي اعرف كل العيال الحمد لله يعني اخيرا طلعت. اوه ابيك شيء في غيرك ما طلعش بس هذا السؤال يعني اي بس بس كذا اجابه بس بشوف الشيء اللي ممكن يخليك سعيد بس ان طلعت انه ما عندك شيء يخليك سعيد في يومك. اي كلها اشياء عاديه يعني تصير غريبه. شوفوا العيال دقيقه خليني اخذ سياره لحظه ثواني شوفوا من غريب شوفوا ايش الامر وش هاللعبه دحوم فرضني معك زي كراش هذه ماريو كارت الحين تستمتع انت هذه مره دقيقه وقت فراغك تسوي كذا ها وقت فراغكم كذا جوكم هنا شوف وقت فراغنا لازم تعرف احنا نلعب يا ماريو بارتي ولا ماريو كارت ولا فالورنت فالورنت كنت تستمتعون كذا انت هذه متعتك هذه متعتك بدون ما عندك مقطع ما عندك شيء تسوي كذا الحمد لله. طيب احس ان ناقصكم شيء يا عيال. والله تبي صدق؟ اي مش شيء اكل سناكات حلا شيء اي اكل سناكات هذا اللي ما يستاهل امر فايت والله جد يا عيال لا بقطع بقطع تلعبوني معك بعدين لا نص جيم نص جيم اعطيه يد مشبوكه طيب اجي لكم سناكات اليوم يومكم ابشر سناكات وش نشاط طيبة؟ والله منزلين مقاطع كثيرة ومستنسين ابد الحين استرخاء بديك سناكات طيبة ابروح خلاص يومنا عليك انا تم غدا عشاء كل شيء اللي تبي اقولك شيء وبأجيب لك سناكات طيبة الان قول والله والله الان خليك في جيمك واستمتع بديك سناكات لين ايه اليوم دلع اليوم باسمكم طبعا دحوم وراكان قاعد يلعبون لعبتهم ريبا فيحتاجون سناكات بجيب سناكات وادخلها عليهم بس نستقبل معكم والله ان جاكم عطى بريد بول وكدرت وقطع لا 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 عدا قسم بالله وينك ملت الجلسه والله يا تبي صدق العشاء بدون ما تفكرون 10 والله ايه ضبطكم بعشاء قسم بالله
قسم بالله بروح. انتوا لعبوا شوي انا بروح شوي. مسافة السكة. طيب هي لعبتك ولا تأخر؟ خمس شهور. ابشر ابشر ابشر. اوه انت طلعنا ايش عندك؟ اليوم والله العظيم انت بسطان. طبعا الان اروح اجيب عشاء دحوم وراكان. وين فيه؟ مطعم كوري. هم جوهم كوري كذا يحبون الاشياء الكورية والاكل الكوري فبروح بفاجئهم فيها. يلا بسم الله. هذا ايش يومين؟ يومين مكان فلفل. ايوه اي شيء يحبونه قدامه اكل. ايوه تعال. هم ايش يحبون؟ ايش يحبون؟ اسالك ابراهيم انت ادخل عليه. انت تعرف ايش يحبون؟ ها ايش يحبون؟ هم ايش يحبون؟ تعرف ايش يحبون؟ لا 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 اكل ايش؟ كوري. ايوه ايش شلون قلت كوري على طول. ايوه خلنا ندخل عليهم. ها خلنا ندخل عليهم. كلهم اثنين هنا؟ اي اثنين هنا يلعبون. لا طبعا انا اذا خلصوا شغل ايش اللعبه هذه؟ لعبه ثانيه. لو سمحت اليوم ما اتكلم عنهم. اليوم ما اتكلم عنهم. لعبه جديده. دقيقه هذا الشيء هذا شم ريحه الاكل. يوم يومنا. دقيقه يوم يومنا صح؟ لو سمحت طلع طلع. لا ما اسمعكم ما اسمعكم ما اسمعكم. خلاص لا كيوت مطعمنا دحوم. والله انه مطعمكم. مطعمنا؟ والله انه مطعمكم. شهرة المطعم كوري. ايه سناب بركه. ها قبل اسبوعين يا زلمه جد هذا اللحم هذا حقنا اللي نسميه سفنج اللحجي. هذا بوريك سفنج ذا طيب. وش قد كبكم؟ ما يدح ما اي ما يدح الكبك. اعطيني منديل طبعا اكيد يذوق. والله مستحيل. شو بيعجبك ولا لا؟ هو في ممكن في طعم ما يعجبك عادي جدا طبيعي اذا ما عجبك عادي. حامض صح حامض في حموضه ملفوف مخلل بس عزيز. هذا اشهر شيء في كوري. مخلل والله اشهر شيء. مخلل والله كان جاز لك الموضوع. كان ودك تاخذ لك ملعقه معهم. لا حقك تخسر كلها. اي بهاء ها بهاء اكل ها اكل كوري خانوك حلو. اليوم يوم فيرفل وركل لو سمحت. يعني مو بيومين. لا تقدر تيجي تاكل معهم تقدر تذوق حلوه. ابراهيم شارك معهم. والله شفت في شغله الكبسه. والله ما ان ربي جابك ابراهيم. ايوه انا سالت العيال عن كل واحد معلومه عنه. ابي معلومه على العيال هم يعرفونها نفسهم بما انك انت المدير. ما يعرفون عنه. ايه لا يعني انت شوف انت صندي. لا يعني انت شوف في شيء بس انه هو يسويه لا ارادي. اول مره قبل عبد الرحمن يوم رحت الشرقيه. ايوه يوم انه يجي معنا. ايه لا رحت هناك مره قبلت اول مره حياتي. اوكي اول ما رجعت قابلت سلطان. ايه قلت له شيء. ايش قلت له؟ الشيء الاول شخصيه عبد الرحمن ما هي زي ما توقعتها. ايوه والله مدت لي حتى يشبه ركان. اقسم بالله انه قال لي. والله انه قال لي. قال لي عبد الرحمن يشبه ركان. اقسم بالله كاني جالس مع ركان. صادق؟ مره. يعني مو انه قال لي اياها قبل سنه من الان تقريبا. صدمه صراحه. والله العظيم. انا ما اكتشفت الا تقريبا يعني قبل شهر. يوال شفته ينجذب بنفس الالعاب اللي يلعبها. يحب الاكل الكوري، يطالع مسلسلات. نفس بعض انت ها؟ نفس الجو. هذه على طول قلتها. تدرون ان واحده من اول الشغلات اللي سواها ركان شو؟ انا ما ادري والله انك صادق. اي والله وانا اقول شيل الفريق ما فلح في البدايه. بسم الله والله صدق والله صدق قلت الفريق. اي والله وانا كنا مغرزين والله تغريز في البدايه يا زاد. حتى ابراهيم كان يشاركني في المقاطع. اي قلت السنين هذه. يا رب هل هو كان صدق ماسكها زين ولا ماسكها ما شاء الله 4 أشهر. ايوه 4 أشهر وزفقت عندي. والله العظيم بيض الله وجهك كل شهرين مقطع احسن. ما قصر تدرون رابر كان دايما يتهاوش في بدايه ركان. اي والله في بدايه والله انك صادق بدايه قناه ركان يسار فينهم هوشه. ايوه عشان بشرح لهم يسار فينهم هوشه مو طبيعيه. انا ما اعرف شيء. ابيك شيء هوشه بغت تنقطع علاقتي بركان. اي قسم بالله. ايه عشان تفهمون انا يوم بدأت يوتيوب مين كان وراي؟ حمود هو اللي كان يساعدني مثل بنيل يساعدني كثير اشياء. فيب كانت تصير مشاكل بيني وبينه يمه. ومن اللي صالحنا وراضينا؟ ابراهيم. بس والله العظيم انه كان يوقف معي. تدري ليش؟ ليه؟ اني يشوف وجهي ما في خلاص فيوزي ما اقدر بموت. يعني هو زهو لا 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 تدري يوم بدا ركان كان ربع عنده شعر. والله صادق بس يوم اشتغلت مع ركان صلعت. والله عاد تقدر تطلع. طيب اقول لك شيء تدري اعطيك معلومه ليش ابراهيم يوقف معك؟ ليش؟ لانك كنت تجيب له حاله كل يوم. صادق انت
سمك حيوان. الحين بسوي كالتالي، باخذ هدية فيرفول شريتها واجيبها له، حلو؟ ثم باخذ راكان بطلع انا وياه نشتري الشيء اللي بيسعده مرة، وانا متأكد من هالشيء بيسعده. اول شيء يا دحوم انك انت كريم، انا ما لما الحين مدحتك في المقطع اول مرة مدحت، ولا قد مدحتك الظاهر اصلا في حياتك، انت شخص كريم عكس راكان. لا استنى انت كريم وشخص حبيب، وهذا يوم وش قلت لك راح تكون فيه مبسوط كله، فلازم ننهي اليوم بايش؟ ايس كريم. لا هدية. يا الله رب الهدايا. لازم ننهي اليوم بهدية. امدحوني يا العرب. هدايا. طيب راكان ما في هدية له؟ لا راكان بعد شوي يصبر. خلنا. افتح سوي انبوس. انبوس ايش؟ شو؟ انبوس كينج. انبوس كينج. انت اليوتيوبر. كات اليوتيوبر. صار يوتيوبر صار. والله ما قصرت يا روب والهدايا. اول شيخ اول مرة. حمود جاب كل الفيلا الا انت يا ادري دخلت مليون بالانستغرام بيجيب لي يا الله ادري رجعت ميلادي 16/6 بيجيب لي انا سوي نفسي مجنون فيها قلت شيء هنا شوف في كذا هذا ينفتح طبعا لا شوف هذا طب ركز معي 1-2 صح لا وثلاثة بعد هذا عطر هذا وش هو عطر مغلف عطر ايش مغلف طلع هينسحب اذا خلصت عبي عطر ثاني وتحط حط هنا بالعطور ذي اللي هنا هذا مترقل معك اقسم بالله ريحه العطر مره حلوه يا دوب والله شكرا وان ذوقك في العطور وفي الهدايا صراحه تفوز جدا 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 يا حبيبي ما قصرت والله يعطيك الف عافيه الحين باقي شيء انا اعطيتك هديه ايه بس باقي راكان راكان هديه مو بهنا طبعا برا بنروح انا وياه برا بنروح مشاوي ايه والله العظيم اني ودي اجي معك ولكن عندي ليش تعال معنا بس ها تعال معنا يا لا تصوير عندي والله تصويره يوم يوم كافي ادري ان هديتك والله بس يعني في موعد ايوه طيب. تصوير واعلان اسف والله ما في مشكله نروح انا راكان احنا قريب ونجي اي بابا ايش قاعد تسوي هنا قاعد تكلم زيتونه صعد الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم راكان السلام عليكم السلام الان وصلنا وش ذا اكسترا بقوه ابدا احد يسمعك امس قبل قلت لك بكره بصير يومكم صح الله عليك سالتك سؤال واحد وش الشيء اللي يخليك مبسوط في يومك ايش قلت لي ايوه ايش قلت لي ايش قلت لي قلت لك هديه الهري يا سلام عليك الان تدخل نشتريها سوا شلون نشتريها سوا يلا بس ايه شلون نشتريها ما يمديني قلت لك ما يمديني لي حبيبي قلت لك يوم يومك صح ايوه انا ما اقدر اقول لك ايش لا وش دخل يلا وش دخل جينا لا 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 حمود اقسم بالله وين لا 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 صلى 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 طيب اوكي وصلنا مش خلينا نتفاهم طيب اوكي 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 بقول لكم السيناريو انا أيوه. جيت انا ومحمد قبل يومين بالضبط هنا حلو وقاعدين نسولف نختار شاشات لان محمد وانا طيب بنشتري شاشات لاهالينا يا سلام عليك لانه مره يعني نحتاج شيء ذا فهمت حلو. يعني لانه يا اخي لابد انك توصلهم تقدم فيه اي لابد انك تقدم هالشيء هذا واجب هذا أيوه. واجب بعيدا عن كل شيء يعني مهما كانت الهديه بس انا بوصل شيء اول شيء انا قلت لك ما يمديني الحين ما يمديني فبجل الاسبوع الجاي حلو ثم تجيب انت هنا ليش ما نفهم عشان ناخذها تاخذها لك انت لا ناخذها لك انت لا لا قل لي ليش قل لي ليش قل لي يا شيخ قل لي يلا يلا خنفك قل لي ليش طب اسمع طب قل لي ليش اقنعني لا اقنعك الهديه لازم الشخص يبيها فانا لو اني صابر انت تشتريها صح طيب فهذه فرصه لي انك انت تبي هالشيء واجيبه لك صح ولا لا طب دقيقه ما اقنعتك اقنع والله اني اقنعتك راكان يا اخي لا دينا دينا اشتري الشاشة اليوم يومك صح؟ يعني وشو؟ يعني ما اقدر اقول لك لا يا اخي هذا الشيء راح يبسطك في يومك ما قلنا شيء والله العظيم بيبسطني ايوه ايوه ليش تسوي كذا انت؟ عادي لان شيء يبسطك راكان احنا شريناها وكل شيء ونسينا نوريهم اياها شريناها هاي الشاشة الطيبة حقك شيء بتنكسر ليش؟ بتنكسر والله في بجيعين ليش ان شاء الله؟ بتنكس مدري احس انها بتنكس لا الناس عيونهم طيبة وش زين لا لا بيجي عين مني يذكروا الله ويقولوا لا اله الا الله لا اله الا الله ما شاء الله والله انه ممتاز بيجي عين منك لا لا الله والله ما تاخذ منك اداء الله توريك تكسر بالعافية يلا يلا مشان نكمل يومك؟ لا ابي احضنك وش ذا الصغير يلا مشان نكمل يومك الحين؟